ثم سادس يعني سادس الأركان اعتدال ولو في نفل على المعتمد ويتحقق بعود لبدء ويسن أن يقول برفعه سمي الله لمن حمدنا. هنا أيضا المصنف يبين أقل الاعتدال وأكمله وأدنى كماله. الاعتدال ركن. ثم هل الاعتدال ركن في النوافل أو هل هو ركن في الفروض فقط في الصلاة الفرض؟ هكذا خلاف. خلاف يعني هل الاعتدال ركن في النوافل؟ بعض قال ليس فرضا في النوافل. فهذا ليس الخلاف في الاعتدال فقط، بل هذا الخلاف جار كما سيأتي في الجلوس بين السجدتين. يعني الجلوس بين السجدتين للفاصل بين السجدتين، كذلك الاعتدال للفاصل بين الركوع والسجود. وهذان الفاصلان هل هما ركنان مستقلان في جميع الصلوات أو في الفرض فقط؟ وبعض قال هذا في الفرض فقط. نعم، لذلك رد عليه المصنف بهذه الغاية وقال ولو في نفل على المعتمد. نعم، من قال بعدم الفرضية جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل، وعلى ما قاله فهل يخر؟ فإذا إمام ابن المقري ممن قال بعدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل عنده لا يجبان. فإذا على قوله مثلا راكع خر إلى السجود، يعني هذا الاعتدال ليس بواجب في النفل، رجل يصلي نفلا فإذا ماذا فعل؟ هو ركع ثم من الركوع ذهب إلى السجود، هل يكفي أو هل يجب عليه شيء من الانتصاب، يعني يرفع رأسه قليلا ثم يذهب إلى السجود؟ هذا واجب بناء على ذلك، يعني بناء على عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين سجدتين. عين الرفع الرأس واجب، معنى الاعتدال الانتصاب، يعني نسب نسب فقار ظهره كما ذكرنا. فإذا كما ذكرنا في القيام هذا معنى الاعتدال، وهذا القدر ليس بواجب بل رفع الرأس واجب. هو يقول فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أو كيف الحال؟ ولعل الأقرب الثاني، هكذا نقل الشرواني. نعم، ويتحقق بعود بعد الركوع لبدء، هذا الاعتدال يتحقق كيف بأي شيء؟ بعود المصلي. متى يعود؟ بعد ركوعه، بعد إتمام ركوعه يعود إلى أين؟ لبدء، لبدء يعني لمبدوء به، كيف كان قبل الركوع منتصبا في القيام؟ إلى هذه الحالة هو يعود، بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا. لماذا قال لبدء بعود لبدء؟ لأن يشمل القائمة والجالسة. نعم، فإذا القائم يكون قبل الركوع قائما، الجالس يعني الذي يصلي جالسا يكون قبل الركوع جالسا. إلى هذا إلى هذه الحالة لو عاد يكفينا قائما كان أو قاعدا. ثم ولو شك في إتمامه عاد إليه غير الموموم فورا. فيما سبق أيضا يعني استثنينا الموموم، ثم موموم يعني مأمور بمتابعة الإمام، ينبغي ألا يخالف الإمام. فإذا لو وقع في صلاته خلل هكذا بالشك وغيره يغتفر بعض الشكوك والترديدات والترددات، أما بعض يعني يستدركه
بإتيان ركعة بعد سلام الإمام هكذا حالة الموموم لذلك هنا أيضا استثني الموموم ولو شك في إتمامه عاد إليه غير الموموم فورا وجوبا فورا ما معنى فورا بألا يتخلل زمن يسع فرضا يعني قبل مضي وقت يسع لأداء فرض من فروض الصلاة لو كان هذا يفوت الفورية فإذا لو لم يرجع فورا وإلا معناه لو لم يعد فورا بطلت صلاته الفورية بطلت هكذا تردد وشك الفورية يعني يقصد زمنا يسع لركن أو كيف قلت لا يسع فرلا ركنا فإذا فورية معناه هذا بأن لا يتخلل زمن يسع فرلا فإذا هكذا الرجل مضى في شكه وتردده زمنا يسع فرلا هذا فاتته الفورية لو فاتته الفورية بطلت صلاته هذا وإلا ما معنى إلا إما لم يعد أصلا أو عاد بعد فوت الفورية يعني بعد مدة بعد هذا صلاة باطل والموموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه نعم هكذا لو تردد الموموم لا يرجع بل ماذا يفعل مأموم يأتي بعد سلام إمامه ركعة هكذا ثم ويسن أن يقول في رفعه من الركوع عندما يرتفع من الركوع ماذا يقول لا يقول الله أكبر بل يقول التسميع ما هو التسميع قوله سمع الله لمن حمده يقول هذا كما بينت أمس كان المشروع في هذا المكان إذن التكبير ثم جاء التسميع ثم سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده ما معنى السمع السماع ليس بمعنى السماع بل بمعنى القبول قبول يعني استحقاق الثواب عند الله تعالى بمحل فضله ينبغي الله يجعل الله هذه الجملة جملة دعائية ولا إخبارية لا هذا بالنسبة إلينا دعائية نعم أما بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أولا إما يكون هناك احتمالان إما يكون دعاء أو يكون إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ذكر هذه الجملة النبي صلى الله عليه وسلم حينما حمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حمد الله على عدم فواته الجماعة التي خاف فواتها كما بينت أمس فإذا هو قال الحمد لله فإذا حينما نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركوعه قال سمع الله لمن حمده هناك يمكن أن يكون هذا إخبارا أو دعاء على كل حال من عندنا هذا دعاء سمع الله لمن حمده فإذا كل المسلمين يدعون لقبول حمد أبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم تقبل الله تقبل منه حمده والجهر به يسن أن يجهر بأي شيء بسمع الله لمن حمده لمن؟ لإمام ومبلغ لماذا؟ لأنه ذكر انتقال هذا انتقالات ينبغي أن يجهر بها لماذا؟ لأن يساعد لأن تكون مساعدة على الموموم الموموم مأمور بمعرفة وإدراك انتقالات الإمام كيف يدرك انتقالات الإمام بجهره فإذا هذا انتقال من الانتقالات هكذا وأن يقول بعد انتساب للاعتدال ماذا يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
هذا من يقول الإمام والمنفرد والمأموم كل يقولون وكل هؤلاء يقولون هذا سرا. أما قوله سمع الله لمن حمدا يجهر به الإمام والمبلغ، أما المنفرد والمأموم فيخفيانه التسميع يخفيان التسميع. وهنا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا يسر بها كل كل مأموم إمام منفرد كل يسر. وهنا ورد في الأحاديث يعني ألفاظ كثيرة، في بعض الروايات جاء ربنا ولك الحمد فقط، ربنا ولك الحمد، في بعض الروايات هكذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ذكرت أمس له ورد ذكر في مختلف الروايات على صيغ مختلفة، فجمع تلك الصيغ أفضل، هكذا قاعدة. فإذا هنا يعني جمع هذه الصيغ، هذا الجمع يعني لو كان الجمع ممكنا نعم، وإلا يرجح ربنا ولك الحمد. ورد في بعض الروايات الواو، وفي بعض الروايات عدم الواو، هذا لا يمكن بينهما، بين إثبات الواو وبين نفيها لا يمكن الجمع. في مثل هذه الحالات يرجح يعني لفظ واحد، أما في إمكان الجمع يجمع، إما يقول ربنا لك الحمد أو يقول اللهم ربنا، يعني هذا في جميع الدعوات الواردة بربنا، هل يجمع مع ربنا اللهم؟ نعم، الجمع بين اللهم ربنا، بين اللهم وبين ربنا أفضل الجمع بينهما، كذلك هنا أيضا إما ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض من ما شئت من شيء بعد. في مذهبنا هكذا كل يقول التسميع، الإمام والمأموم كلاهما يقول التسميع، ثم يقول بعد انتسابهما هذا ذكر ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض. لكن ظاهر بعض الأحاديث أن الإمام يأتي بالتسميع والمأموم يأتي بهذا الذكر، ظاهر بعض رواية الأحاديث هكذا، الإمام ماذا يفعل؟ يسمع، يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا لك الحمد هو ربنا ولك الحمد. وبظاهر هذه الروايات قال بعض الفقهاء، عند بعض الفقهاء هكذا، الإمام يسمع يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد هو ربنا لك الحمد. لكن في مذهبنا ليس كذلك، أئمتنا سادتنا الشافعية رضي الله عنهم جمعوا بين هذه الروايات ودققوا النظر وقالوا هكذا، كل يقول سمع الله لمن حمده، ثم كل يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بعد يعني بعدهما بعد السماوات والأرض، هذا كلمة بعد ظرف في نية المضاف، يعني حذف المضاف إليه ونوي المضاف إليه، لذلك صار مبنيا على الضم، من شيء بعد معناه من شيء بعد السماوات والأرض، يعني الله تعالى لو أراد أن يخلق شيئا بعد خلق السماوات والأرض، يعني حاليا هذا السماوات والأرض هذا هو الكون، لو أراد أن يخلق زائدا عليهما شيئا آخر فملء ذلك أيضا. أو يعني هنا يوجد يعني غير السماوات والأرض من العرش والكرسي غير داخلة من السماوات والأرض، نعم ذكر المصنف بعدهما ما هذا الشيء، ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض، مثال لما كالكرسي والعرش. ثم ممكن هناك أشياء خفية علينا، لذلك قال في التحفة وغيرهما،
كالكرسي والعرش ليس الكاف استقصائية بل الكاف مثال تمثيل. فإذا ماذا يدخل في هذا التمثيل؟ يعني غير الكرسي والعرش أيضا داخل. ما هذا الغير؟ مما لا يحيط به إلا علم علام الغيوب. لا يحيط به إلا علم علام الغيوب تعالى وتقدس، هكذا ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في تحفته. نعم. فإذا لا نعلم ماذا يوجد في هذا الكون إلا السماوات والأرض والعرش والكرسي. فإذا هذا العرش والكرسي بعد السماوات والأرض. ثم ما معنى ملء السماوات؟ هذا ماذا إعرابه؟ أولا ملء منصوبا أو ملء مرفوعا كلاهما. وملء بالرفع صفة، ربنا لك الحمد، وهذا الحمد موصوف بكونه ملء السماوات والأرض. لو كان هذا ملء صفة يوصف به أي شيء، الحمد موصوف بكونه ملء ملء السماوات. وبالنسب يعني هو حالا، بالنسب حال. في روايات الحديث هذا النسب هو المعروف، يصح الرفع والنسب هكذا كتب الكردي هناك، وهو المعروف في روايات الحديث نقله عنه الشرواني، يعني النسب هو المعروف في روايات الحديث، لذلك هو اللفظ. نعم. فإذا هذا ملء هو يعني مصدر أو ملء. فإذا ما معناه؟ يعني مالئا، ملء معناه مالئا بتقدير كونه جسما. فإذا كيف يملأ الحمد؟ السماوات والأرض والعرش والكرسي وغيرها، كيف يملأ الحمد؟ الحمد يعني هو شيء معنوي ليس جسما. المالئ والمملوء ينبغي أن يكونا جسمين، لذلك قال بتقدير كونه جسما. يعني هكذا في الشرع أشياء هي أعراض في الحقيقة لكن تقدر جسما. مثلا الأعمال توزن في الآخرة، الأعمال يعني الحسنات والسيئات توزن، الأعمال أعراض ليست أجزاء، لكن ينبغي أن يكون في الوزن جسما. كذلك ورد في الحديث أن الموت يذبح في القيامة في المحشر. الموت ليس جسما حتى يذبح، أو ليس حيوانا حتى يذبح. فإذا ممكن يتصور الموت هناك على صورة حيوان ثم يذبح، هكذا يعني ورد. هذا ليس بمحال في الشرع. ثم بتقدير كونه جسما. فإذا المالئ والوعاء الذي يملأ الحمد هذا السماوات والأرض والعرش والكرسي وغيرها. ثم هذا هكذا يكون حمد، يعني ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ما المراد بهذا التعبير؟ هل تكون السماوات مالئة للحمد؟ هذا مجرد فرض وتقدير، لا يكون له يعني تحقق في الخارج. لماذا هذا التعبير أو هذا التصوير؟ لأجل المبالغة في أداء الحمد. أريد به المبالغة في أداء الحمد. فإذا هناك في بعض صيغ الصلوات، مثلا هذا صلاة دلائل الخيرات للإمام محمد بن سليمان الجزولي رحمه الله، في صيغ هذه الصلوات يوجد هكذا مبالغات، هكذا يوجد مبالغات، يعني اللهم صل على سيدنا محمد عدد كذا وكذا وكذا، ثم منذ خلق السماوات والأرض، وهكذا يعني بجعله مستمرا، وكذلك بجعله عدد كذا وكذا وكذا الذي لا يحصى. فإذا هذا يعني المبالغة في هذه الصيغة، صيغة الصلوات،
هي نظيرة لهذه المبالغة في هذا الذكر. يعني ينكر هذا بعض مبتدئات العصر هذه المبالغات في صيغ الصلوات. في الحقيقة هم معارضون للصلوات، ثم بعد ذلك يجعلون هذا وسيلة فقط، وسيلة يوسوسون بها على عامة الناس، هكذا هو. فإذا يعني هم لم يحققوا النظر، لذلك هم وقعوا في هذه الورطة حتى ينكرون على هذه السياق للصلوات. الأمة كانوا يتوارثون هذه السياق من السلف الصالحين، من الأسلاف الصالحين كانوا يتوارثون، هؤلاء ينكرون. نعم، وهكذا يعني ورد في الأحاديث صيغة الحمد، وكذلك في صيغة الصلوات أيضا وردت بعض المبالغات. نعم، هذا لا ينكر عليه. ثم وأن يزيد من مر، هنا أيضا يسن أن يزيد من مر في الاعتدال، أيضا يزيد من مر يعني المنفرد، وكذلك من إمام المحسورين مع سائر شروطه. ماذا يزيد؟ أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهل الثناء أو أهل الثناء بتقدير يا أهل الثناء، الثناء المدح والمجد. من هو أهل الثناء والمجد؟ هو الله سبحانه وتعالى. أهل يعني المستحق، المستحق للثناء والمجد هو الله تعالى. فإذا معنى قوله يا الله الذي يستحق الثناء والمجد. ثم يقول أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. ما هو أحق ما يقول العبد؟ أحق ما قال العبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو خبر أحق، أحق مبتدا، خبره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أحق ما قال العبد بعد ذلك وكلنا لك عبد، هذا جملة معترضة. وكلنا لك عبد، يعني أولا قال أحق ما قال العبد، ما هو أحق يعني كلمة هو أكثر حقا، ثم لا مانع لما اعتيت إلى آخره. ثم جملة معترضة، وهذا القائل يعترف أنه عبد من عباد الله تعالى. فإذا أنا أيضا أقول هذا وهو أحق مني. نعم، لا مانع لما اعتيت، لا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد من الجد. هذا لا مانع لما اعتيت ولا معطي لما منعت هو من المعتقدات الأصلية في الدين، من الأمور التي ينبغي أن تعتقد من جملة الإيمان الأصلي. هذا يعني الأمر السادس الخصلة السادسة للإيمان، أن يعتقد الخير والشر من الله تعالى، كما ورد في الصحيح يعني في حديث جبريل عليه السلام سأله عن الإيمان، ما الإيمان يا رسول الله؟ هو قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حلوه ومره، هكذا في بعض الروايات، في بعض الروايات خيره وشره، معناهما واحد. فإذا هذا القدر، هذا هو لا مانع لما اعتيت ولا معطي لما منعت، ثم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. استدل ابن عمر رضي الله عنه في رده على القدرية، يعني على المنكرين للقدر، بهذا الحديث. حينما سأله اثنان من البصرة، جاء معتمرين إلى مكة، فإذا حينما خرجا من بصرة عزما لو رأي أحدا من الصحابة يسألاني
عن اعتقاد انكار القدر. يعني هذا انكار القدر ظهر به جهم بن صفوان بالبصرة، لذلك هما أرادا أن يسألا. فإذا حينما وصل إلى المكة المكرمة زادها الله شرفا اتفقا بظفر ظفر بعبد الله بن عمر، فاقتنفا وسألاه عن إنكار القدر. فإذا هو غلب غلبا شديدا رغم أنه رجل بسيط في خلقه بخلاف يعني أبيه عمر بن الخطاب يتحمس بسرعة، أما هذا ابن عمر هو يعني رجل بسيط لا يغلب عادة. ومع ذلك حينما سمع هذا غلب غضبا شديدا وقال أنا لو رأيت أحدا منهم فقولوا له أنا بريء منهم وهم براء مني. ثم قال يعني لو أنفق أحد منهم مثل أحد ذهبا لا يقبل الله منه. ثم قال هذا الحديث استدلالا على دعواه يعني إنكار القدر ليس من الدين، وكذلك المبتدع لا يقبل منه شيء من العبادات، عبادات المبتدع غير مقبولة. هذا الذي قال لو أنفق أحد منهم يعني مع إنكار القدر ماذا أنفق مثل أحد ذهب لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني حتى يتوب من بدعته. هذا حديث أتى به الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، أذكر كأنه أول حديث من كتاب الإيمان. إذن هكذا كان الصحابة، كانت الصحابة رضي الله عنهم منكرين إنكارا شديدا على البدعة وأهلها. ثم فإذا هذا لا مانع لما اعتقدت ولا معتي لما منعت، هذا من ذاك الاعتقاد يعني اعتقاد القدر. ثم لا ينفع ذا الجد من قال الجد، ما معنى الجد؟ الجد يعني بفتح الجيم هو الغنى والمال، أو بكسر الجيم الجد هو الاجتهاد. أيا كان لا ينفع عند الله تعالى المال والغنى والحل والنسب كله، ليس المال والغنى بل الحل في الدنيا وكذلك النسب لا ينفع. بكسر الجيم أيضا يروى هذا الاجتهاد، وهكذا ذكر النهاية ومغني. فإذا هذه كلها لا ينفع عند الله تعالى، بل ماذا ينفع عند الله تعالى؟ أنا هو إنما الذي ينفعه عندك رضاك ورحمتك لا غيره، هكذا كتب ابن حجر رحمه الله في تحفته. فإذا لا يكون لهذا المال ولا للغنى ولا للحل ولا للنسب ولا للاجتهاد تأثير عند الله تعالى، بل وهذه وسائل عارضة طارئة أمرنا الله سبحانه وتعالى بكسبها، نعم نكتسب، ومع ذلك لا ينفع باستقلاله، لا يكون لها تأثير عند الله تعالى، بل مع التأثير عند الله تعالى لرضاه ولرحمته فقط. مثلا هذا رجل مطيع جدا لم يقع منه أي معصية، ذكرنا في العقيدة ماذا أنه يجوز لله سبحانه وتعالى أن يعذبه في النار، هذا يجوز عقلا وشرعا فقط، لا يعذبه الله تعالى هذا أمر آخر، هكذا هذا معنى قوله لا ينفع ذا الجد من ذا الجد.